أذكر لكم حكاية ما سمعته من بعض الشخصيات ينقل عن شيخ مهدي شمس الدين، محمد مهدي شمس الدين اللبناني الذي كان رئيسا للمجلس الشيعي في لبنان. شيخ مهدي شمس الدين يحكي عن ياسر عرفات، وكانت هناك علاقة وثيقة بين ياسر عرفات وشيخ مهدي شمس الدين. ياسر عرفات يحدث مهدي شمس الدين، يقول له لما كانت المفاوضات فيما بين الفلسطينيين والإسرائيليين أيام إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قتل في إسرائيل، ياسر عرفات يقول حينما كنا نجلس على حاشية المفاوضات للاستراحة مثلا أو لمناقشة موضوع في حاشية المفاوضات، يقول في مرة من المرات قلت لإسحاق رابين، وإسحاق رابين كان راغبا في السلام مع الفلسطينيين ولذلك قتله الإسرائيليون الذين لا يريدون سلاما مع الفلسطينيين. على أي حال هذه مشكلة الإسرائيليين والفلسطينيين، مشكلة طويلة عريضة. ياسر عرفات يقول لإسحاق رابين، يقول له تساهلوا شوية، أنتم ما تخافون من هذه النبوءات اللي عندكم من أنه يجي يوم اليهودي من يختفي وراء الصخرة وراء الشجرة، الصخرة تخبرنا عنكم، هذا اليوم يجي وأنتم تعتقدون بهذا. إسحاق رابين شي يقول له الياسر عرفات، يقول له هذا صحيح موجود عندنا، هذا موجود بس مو أنتم، هذا الشيعة يسوون، هذا الجيش الشيعي القادم من العراق، يشير إلى جيش الإمام الحجة، يقول له هذا الجيش الشيعي القادم من العراق هذا هو اللي يسوي بينا هالشكل، مو أنتم، لا العرب ولا السنة ولا أي واحد، اللي يسوي بينا هذا ونهاية إسرائيل على إيده الجيش الشيعي القادم من العراق، يشير إلى جيش الحجة بن الحسن. هذه القضية واضحة عندهم في الكواليس لا في الإعلام ولا في متن المفاوضات السياسية. مثل ما قلت لكم ياسر عرفات يقول كنت جالسا معه على حاشية المفاوضات، مثل هذه الأمور لا تطرح في متن المفاوضات، هذه تطرح في الحاشية. كان حديثا فيما بين عرفات وإسحاق رابين، وهو يحكي الحكاية لشمس الدين، يقول له أنتم ياسر عرفات يقول له لشمس الدين أنتم يعني أنتم الشيعة. إسحاق رابين يشير إلى جيش الإمام الحجة القادم من العراق، وهذا هو الموجود عندنا في رواياتنا وأحاديثنا.